قاتي نخلص لك هاد الكريدي على 3 المرات، ولكن بشرط قاتي تجوجي بيا انك خميس نجي عندك وخميس لا. قاتلي حرمتي رزقك، بقات كتسبني. دوك الشواهد اللي دفعت لهم ما قبلوهاش، دابا صيفطوا لي انذار باش يدفعوها للمزاد العلني يبيعوها، وداروا لي المهله ديال 8 ايام. جاد بندم باش غادي يخدم ويمشي يكري ويخلص الكرا وينسى كاع هاد الدار وينسى كاع هاد الكريدي وينسى كلشي، غير يديوها يبيعوها. ما كاينش الجاد، ما كاينش الصحه، ما كايناش. اللي بغى يتعاون معايا راه الجزاء ديالو عند الله ماشي عندي انا، ولكن ما يسخني حتى شي واحد. السلام عليكم، انا مزيان فاطمة الزهراء، ساكنه في فاس في بن سودا. المشكل اللي عندي هو عندي المرض مريضه دابا، ولات عندي خلاص اعاقه، نتوما كتشوفوا الحاله ديالي. كنت صحيحه مزيانه، ما عندي حتى شي مشكل، كنت كنخدم حتى تصابت بالمرض، وكان عندي واحد الكريدي خديته من البنكه باش كملت شريت هاد الدار هادي. منين مرضت ما بقيتش كنقدر نخلص الكريدي، خديته في 2012 وحبست في 2017 في شهر 9 حبست الكريدي. محيتاش السبب هو حيتاش مرضت، رجلي مرضات نفخات لي تطرطقات لي، طرطقات كاع من الفخض ومن تحت طرطقات على 3 المرات. وفاش مشيت للطبيب قبطوني نعست، المهم مشيت واقفه النعسه الاولى والنعسه الثانيه، خرجت بالرجيلات، خرجت معاقه بالرجيلات. من تما بقاو كيتجمع عليا الكريدي حتى 2017، خلاص مابقيتش كنخلص. انت شحال كنتي كتخلصي كل شهر هاد الكريدي؟ كنت كنخلص 27، نهار الاول داروا لي 24، ودوزت كيفاش كملت العام قالوا لي نبقى نخلص 27. علاش زادوا داك هذا ما عرفتش، المهم ماشي مشكل، بقيت كنخلصها، كنت قاده نخلص كنخلصها، ولكن فاش مرت مابقيتش كنقدر نخلص. بقاو كيصيفطوا لي الانذارات وكيعيطوا لي، داتني الام ديالي مشينا للبنكه، دخلنا هضرنا مع المدير وريتو الوراق ديالي وهذا، قال لي خاصني شهاده ديال العجز فيها 80%. مشيت للطبيب، عطاني الطبيب، قلت له بغيت شهاده ديال العجز، ها انت كتشوف الحاله ديالي، ديت له الوراق ديال البنكه، ديت له كل شيء، عطاني شهاده فيها 82%، هما طلبوا لي 80، دفعت لهم الشهاده. من بعد ما 8 شهور عاد ردوا عليا قالوا لي راها ما قبلتهاش لاسورانس، علاش ما نعرفت، ما عطاوني حتى شي، ما شرحوا لي، ما قالوا لي حتى شي حاجه علاش. وليت دفعت طلب استعطاف، دفعتو لهذا عطيتو لهم، ما ردوش عليا. وليت مشيت قلت لهم داك الطلب اللي دفعت لكم قال لك ما عطيتيناش، عندي الفوتوكوبي، قلت له الفوتوكوبي راني عطيتك الطلب، قال لك ما عندناش ما عطيتيناش. هي هذيك جات ديك المديره قالت لي شوف راه عندك جوج ديال الحوايج باش تقدري يديروا معاك الحل في هذا الكريدي هذا، اما شهاده العجز فيها 85 او لا اكثر، ولا شهاده الوفاه، هما اللي هادي يقدروا يقبلوها، اللي يقبلوها البنك على حساب الاعفاء من الكريدي. جيت بحالتي زدت مرضت، دخلت في حاله نفسانيه، بقيت كنعاني حتى من اضطراب نفساني. انت بديك الوقت اللي كنتي مريضه فيه شكون كان كيخدم عليك؟ شكون كان كيهزك مصروفك بالدوايات ديالك بالطبيب؟ في الاول كانت الام ديالي حيت كتخدم عند الناس في الديور وداك الشيء، هي اللي كانت مكلفه بالدار كامله، دار كامله كاينين 3، انا في الفراش، كاينين 3 ديال وليدات ولاد خاي الله يرحمه ويرحم الجميع. الحمل تقال، تنشوف الكريدي طلع عليا، تنشوف الام ديالي تتخدم ومريضه، عندها سياتيك، عندها شاشه العظام، بالسيف عليها كتوقف لان باش تمشي تجيب القوت، عائله الحمل كبر عليها. وواحد السيد الحاج الله يكثر خيرو هنايا كان معاجم ديالنا، كان من نهار اللي مرت قال لي شوف بنتي التقليد عليك، الدواء
كيف ما كان انا ناخذه لك. وبصح كان كياخذ لي الدواء، الله يخلف عليه، الله يرحم ليه الوالدين. وواحد السيد جارنا هنايا خدا لي الدواء يمكن شي جوج مرات ولا ثلاثه المرات، جارنا لتحت معانا تحت منا بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، الله يخلف عليهم. الام ديالي دابا تغلبات، الصحه ما بقات لهاش، وهكاك دابا حاليا راها مازال خدامه، ودابا حاليا راها عند الناس خدام. لحقاش ما كاينش منين نجيبوا المصروف، ما كاينش المصروف ديال العائله، راه باين، راه اي واحد راه عارف. دابا الطبيب منين قالت لي خاصني هذوك الشواهد اللي دفعت لهم ما قبلوهاش، دابا صيفطوا لي انذار باش يدفعوها للمزاد العلني يبيعوها، وداروا لي المهله ديال 8 ايام. يعني هضره اللي ساكنه فيها حاليا. صيفطوا لي انذار راه تم، داروا لي فيه المهله ديال 8 ايام باش نخلص. دابا هذاك دابا هذا الخلاص ما عنديش باش غنخلص. قالوا لي يقدروا يديروا معايا واحد الحل، يفرقوها يعني يديروا معايا واحد التقسيط، نبقى نخلص واحد على ثلاثة ولا أربعة يقسموها لي ونخلصها. اللي غنخلصها انا هكا تقسيط، كنت ما نقطعش طريطات، نبقى نخلصهم. لحقاش عندي باش غنخلص، انا ما عنديش. كان عندي باش غنخلص راه نبقى نخلص من الاول، ما نوصلش لهذا الشيء كاع كامل. ولكن انا مرضت راه ما عنديش، وما كنقدش نتحرك، ما كنقدش نخدم، غير الام ديالي هي اللي مكلفه بكل شيء، ولو بالسيف عليها كتمشي تخدم وكتجي كتموت. انت حاليا مازال متبعه في الطبيب؟ مازال متبعه، مازال عندي التلفازات، عندي الرونديفويات. دابا عندي مشكل ديال القلب، عندي مشكل ديال الراس، العرق هو ما تيدوزليش الدم مزيان للراس، مشكل ديال الاعصاب، كناخذ دواء ديال الاعصاب، متبعه في بنو الحسن، متبعه في الطبيب ديال المركب. دابا حتى الدواء اللي كناخذ ديال بنو الحسن، الدواء اللي كناخذ ديال بنو الحسن ديال الاعصاب ما بقاش كيقر فيا. فيما كيكون عندي رانديفو كنمشي كيزيدني في لادوز ديال الدواء بزاف. عطاني شهاده ديال المرض اللي عندي، دفعتها لهم ما ردوش عليا، لدابا ما ردوش عليا. واش قبلوها؟ قلت لهم شهاده دفعتها لكم، قال لك راه مازال ما ردوش علينا من كازا. دابا دفعتها لهم شي 3 شهور ولا شي 3 شهور دابا دفعتها لهم، مازال ما ردوش عليا. ولا ديال 82% ردوا عليا، حتى دازت من شهور عاد قالوا لي راه ما قبلاتهاش لا صورات. ام دابا اللي كتخدم لك شحال في العمر ديالها واللي كتخدم على ولاد خالك الله يرحمه؟ كبيره كبيره، راه عندها شي 68 عام. مزال انت كتشوفي راسك ما قادش، كتشوفي امك انها كتعذب يعني كبيره، حتى الضفران ديالها تسوسوله وكيطيروا بحال الطحين تسوسوله. ما كرهتش انا نخدم ونجلس من الخدمه ونخلص الدين ديالي ونعيش العائله ديالي كما كنت، ولكن راه ما كرهتش، ما لقيتش الجهد. انت كتشوفي امك؟ كان مرض، قلت لك الدواء كنشربو ما كيقرش فيا، النعاس ما كننعش. كتبقى تدور لي غير ديك الهضره ديال عندك جوج الحول، اما شهاده فيها 85 ولا اكثر، ولا شهاده ديال الوفاه هي اللي كدور لي في الراس ديالي، بالاخص ديك شهاده ديال الوفاه، لان الا خرجت هاد العائله الزنقه ما عندهمش فين غيمشيو، ما كاينش حتى جهد بنادم باش غادي يخدم ويمشي يكري ويخلص الكرا وينسى كاع هاد الدار وينسى كاع هاد الكريدي وينسى كل شيء، غير يديوها يبيعوها. ما كاينش الجهد، ما كاينش الصحه، ما كايناش. طلقتي شي باب الجمعيات ولا شتي شي واحد اللي يعاونك؟ عييت ما كنقلب، لقيت اللي كيستغلوني. كيفاش كيستغلوني؟ كاينين اللي كيستغلوني، كينتحلوا شخصيات ديال المحاميين، شخصيات ديال رؤساء، شكون هاد محسنين اللي شتيو منهم كيستغلوك بشخصيات مزيفه؟ محسنين، واحد السيده قالوا لي فجيت شارع الشفشاوني، مشيت تما قلت لك تجي عندي كتصوني بالانكوني،
ما عنديش نمرة ديالها، كسوني بلا اكوني. مشيت للجامع شفشاوني، بقيت كنتسناها. خرجت عندي بالخمار وهذا، قالت لي انت هي فاطمة الزهراء هكا مكروسي. مشيت كعارفة كيبقى بنادم هذا مع ترانسبور والطريق ما فيها ما يتجمع. قلت لها ايه؟ قالت لي شنو عندك؟ قلت لها شنو عندي وشنو عندي. عاودت لها المشكل، الكريدي ديال المرض ديال كل شيء. تصنتات لي بالتالي، قالت لي عطاني نمرة التليفون وفوتوكوبي د لاكارت. عطيتها الفوتوكوبي د لاكارت، عطيتها السيلو، قيدات النمرة ديالي. نمرتها هي ما عرفهاش، الدار ديالها ما عرفتهاش، حيت هي في الزنقة. قالت لي نخلص لك هاد الكريدي على 3 المرات، ولكن بشرط. قالت لي تجوجي بيا، دوك خميس نجي عندك وخميس لا. هذه مرة اه مرة بالخمار من المحسنين، مرة كاملة، مرة لا ماشي راجل، مرة ما عرفتش ما عرفتش ما انفجرت بالغوات، بقيت كنغوت تطرطق لي الدم على منخاري، وانا هكا في الكروسه والناس كيشوفوا فيا حدا جامع شفشاوني. فتاني مي شافتني بقيت كنغوت، قلت لها حرام عليك استغلت، شتي الظروف ديالي هكا، ما حنيتي فيا ما والو، صافي دارت تقلبات عليا. قالت لي ما كتخليوش بنادم يدير الخير بحالكم، نتوما تيحرموا الخير، تيحرموا علينا نديروا الخير. قالت لي نعيط للبوليس، ردتني انا اللي ما مزياناش. او باش جيت بحالي كل الدم رعفت باش نفكها معاها، سمحات فيا سباتني ومشات، ما عرفتش لا فين دخلت ولا فين خرجت. وصلت معاك مرة من قبل من بعد؟ لا، قالت لي حرمتي رزقك، بقات كتسبني. كاين شي واحد اخر استغلك من غير هاد مع هاد الانسان؟ واحد اتصلت به في سميتو على اساس انه هو جمال معتوق. يعني بغيتي تقولي شخصية مزيفة؟ انا هدرت معاه قلت له الله يخليك، واش انت الدكتور جمال معتوق؟ صيفط لي ميساج قال لي يا الاسم ديالك والمدينة ديالك والسؤال ديالك شنو عندك. واحد النمرة ما خدماتليش هي هذيك، وليت قلت له شنو عندي، حكيت له المشكل كما قلت لك دابا كامل. قال لي خصني نطلع للرباط المحكمة العامة، عند شي واحد الرئيس هو اللي هيفك لي هذا المشكل. قلت له انا راني معاقه ما نقدرش نمشي، والطريق بعيد عليا وما نعرفش، وما كاينش لي يعني اللي هيديني، وزادون ما نقدش نمشي. صيفط لي النمره ديال داك السيد اللي هو اصلا رئيس، يعني رئيس محكمة. تواصلت معاه في الواتساب، قال لي صيفط لي الوراق اللي عندك كاملين، الفوتوكوبي والمشكل اللي عندك والورق اللي بينك وبين البنك وكل شيء. انا على نيتي صيفط له كل شيء، ولكن في التالي تراجعت قلت نشوف هاد الدكتور معتوق اللي قال لي، قال لك هو دكتور معتوق. قلت له الله يخليك باش نطمئني، لحقاش اللي داز عليا مع ديك السيده اللي قلت لك صافي مرت. آه قلت له صيفط لي غير اوديو، قول لي غير السلام عليكم، نسمعي الصوت ديالك. هو كيجاوبني كتابه صيفط لي، قال لي لا الله يخليك راني في الدار مع الوليدات، راني عطيتك النمره ديال السيد، راه هو عايساعدك. هي هذيك وليت كنتواصل مع الاخر في الواتساب، صيفط له الوراق اللي قال لي، صيفط له كل شيء. فتالي ولا كيقول لي خصك تعطيني الفلوس، انا غادي نتصل بوكيل البنك بالوكيل العام، راه خصك الفلوس. قلت له انا راه ما عنديش، وكان عندي الفلوس راه ما نوصلش لهاد الشهاده، راه فلوس 12000 درهم. فتالي قلت له عرفتي، حسيت انه يعني غير كيكذب، حسيت كيكذب يعني كيستغلوا بنادم وصافي. قلت له صيفط لي لاكارت ديالك، انا هنشوف الناس ونشوف هذا اللي هذا ولا جمعات لي، هنصيفطها لك. ما صيفطليش لاكارت ديالو، قال لي غات
جا واحد الناس قالوا لي شوفي، قول له راه الفلوس راها كاينه، غير صيفط لي لاكارت. جيت انا قلت له شوف راه الفلوس راني جمعتها راها كاينه. قال لي غتمشي دابا الكاش بلوس، مي تكون في كاش بلوس صوني عليا، وديك الساعه انا نوريك شنو هاد ديري. ما مشيتش، بقى كي قال ولا عيط لي، قال لي شتك تعطلتي عليا. قلت له راك عارفه انا راك شتي زعما راك عرفتي حالتي، راه بحال كنقدر نتحرك، خصني باش نوصل. قال لي تعطلتي عليا، قال لي تعطلتي عليا نص ساعه. قلت له راه ما تكفينيش. قال لي بقى كيامرني كيامرني كيغوت عليا، تعطلتي عليا في خبارك راه كيعصبتيني. هو ولا كيتعصب عليا. حيت عطيتيني ما صرفتيلوش 12,000 درهم. اه في التالي منين شاف، من شاف راسو ما صيفطلوش بلوكاني. هو تيعيط لي تيقول لي يا شحال جمعتي، قال لي شحال ما كان عندك غير صيفطيه لي، واللي وجد وانا غادي ندفع لك الاوراق، واللي وجدات لك اللي بقات زعما كتجمع لك واللي صيفطيها لي. ما عندي ما غنصيفطلو وما صيفطلوش، وهو ما صيفط لا كارت لا والو. كيستغلوا بنادم صافي بالكذوب، ولو تيشوفوا الحالة راه حالة، راه بنادم راه ماشي وصل له غير العظم، راه لا اله الا الله. بنادم راه ما كرهش يوصل راسو كاع لهادشي كامل، حتى واحد ما يرضى على راسو هكا يوصل، ولكن الغالب الله راه ما صافي. فاطمة زهرة، انتي نهار اللي تحتي الفراش وخانتك صحتك، حسيتي براسك تحكرتي وتستغنيتي من فراق الناس. تحقرت بزاف من اي حاجه، تحقرت تحقرت مرضت. يعني بحال نقولوا تخليتي مسحتي انا كنشوف دابا هم الدراري، الدراري دابا هكا كيحتاجوا شي حاجه، ملي كنت صحيحه ما تنخليهمش يحتاجوا شي حاجه. هادو ولاد خوك. آه لان عندي هما وليداتي، كدبش عليكم مع وليداتي، ما تنبغيهمش لا يتقهوا ولا شي حاجه، وما لقيت لهمش الجد. باغيين يقراو باغيين يوصلوا، ولكن مساكن. انت انتي اليوم شنو كطالبي من المشاهدين ومن الناس اللي كيسمعوك في هذا الفيديو هذا؟ كنطالب من الناس يوقفوا معايا. الحاله ديالي ما شافوا، انا ما كان كذب ما والو، عندي اوراقي عندي كل شيء متبوت، ما عنديش شي حاجه الكذوب. اللي بغى يتعاون معايا راه الجزاء ديالو عند الله ماشي عندي انا، ولكن ما يستغني حتى شي واحد، حيت صافي عييتي. لو وليت تحت في شي ظروف واحد اخرى راه ما يبقاش عندي الامل في شي حاجه الا الموت. صافي عييت. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.